بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود، والله هو الناصر، آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم سبيل الهدى. إن المشروع الإلهي هو جعل خليفة لله في الأرض، وعد من الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إن من أشنع الجرائم التي وقعت في صدر الإسلام حادثة استشهاد الحسين رضي الله عنه على يد يزيد، ليتغير معها مسار الخلافة الإسلامية من خلافة راشدة على منهاج النبوة لملك عاض. فكان لقتلة الحسين ومن كان معه من آل البيت والصحابة والموالين ليس فقط ذنب قتل نفوس زكية بغير نفس، بل يتبعها ذنب تصدع جسد الإسلام وشرخ ما كان لينهيه إلا البحث عن إمام الزمان والحكم العدل، لتعود الخلافة بوعد من الله تعالى خلافة على منهاج النبوة. وأدعو المشاهدين مرة أخرى لمشاهدة خطبة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، التي ألقاها في 28 من أغسطس آب من هذا العام.